يا عادل يا عادل، المشكلة إن رانيا مش شايفة فيك فارس أحلامها. فارس أحلامها أعمل لها إيه يعني؟ أجيب حصان أبيض وأقعد أتمشى بيه ما بين الصالة والمطبخ؟ حصان إيه يا عادل؟ الكلام ده أولد فاشن، بطل من زمان. إحنا يا ابني مش اتفقنا إن إحنا هنعمل زي إشاعة حب الفيلم؟ صح، وأخلي بقى هند رستم تحبني، صح؟ هند رستم تحبك أنت بأمارة إيكا؟ بتحب عمر الشريف. إحنا عايزين نشوف أي صورة من بتوع الأيام دي نلزقها فيك. جبت الصور وكله تمام أهي وكله جاهز يا ماما. ايه رايك في دي؟ يرضي ربنا. ده جايب لي صوره طاقيه وسكينه والبوليس قبض عليهم، ينفع هنا اقامه علاقه؟ ينفع؟ طبعا. ولا انت بس متضايق عشان هما اتنين؟ دي الواقعيه في السينما ماما، الواقعيه. واقعيه ايه؟ هو هل من الواقع انك عامل علاقه مع الاميره ديانا؟ بص كده، بص الخلقه دي تعمل علاقه مع الخلقه دي بأمارة ايه؟ ايه اللي بأمارة ايه؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل؟ مالها يعني؟ ناقص مخ. بعيد عنك، الست دي ماتت من سنين. اتفضل. طيب بص بقى القطعه دي، جايب لك قطعه بقى هايله، ايه رايك في دي؟ حلوه القطعه دي، اخيرا حاجه عدله. مين دي صحيح يا سناء؟ جمانه مراد يا سيدي. جعانه مراد ازاي؟ جمانه مراد الممثله، مش معقول يا عادل ما تكونش اتفرجت عليها في التلفزيون. صح، انا بقول عارفها. لا طبعا عارفها، بس هنا مغيره في شكلها، يعني عامله ديكورات في وشها وبتاع. يعني دي تنفع يعني؟ تنفع. يلا هات لي قلم، خليني اشوف شغلي واكتب لك احلى تعليق على ظهر الصوره. بجد وحشتوني قوي قوي يا بنات. وانتي كمان والله يا رانيا. انت عارفه يا رانيا ان انا شغاله صحفيه؟ والله والله بجد والله ما بفكر. انا عايزه اقول لك على حاجه، ما تفكرنيش بقى، لان انا بجد كنت هموت وابقى صحفيه مميزه ومتالقه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي وقع منك ده يا عادل على الترابيزه؟ يا ساتر يا رب. لازم تقولي يا سناء، لازم. ايه الحقه؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى يا استاذ عادل؟ ده بقى فهمني. دي 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 وانا ايش عرفني يعني؟ ايه دي 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 وريني يا رنا. ايه ده؟ دي صوره جمانه مراد. صحيح، دي صوره جمانه مراد اللي بتشع انوثه كده وحلاوه جيمز. استني استني استني، ده كمان في كلام مكتوب ورا. الى حبيبي الشاعر عادل سعيد، مع اجمل ذكرياتي معك حبيبتك المخلصه جمانه. اوه يا نهار ابيض. ايه ده؟ انت ايه اللي بتعمله ده يا عادل؟ انت بتخوني يا عادل مع جمانه مراد؟ جمانه مراد بتخوني معاها؟ لا لا لا، اخونك ايه بس يا رانيا، دي يعني موضوع قديم كده وراح لحاله من زمان، لانها كانت صراحه معجبه باشعاري يعني. اشعارك؟ كل الكلام الساخن ده واشعارك برضو يا عادل؟ ده هيبقى سبق صحفي ما حصلش. لا لا، لو سمحتي بلاش الصحافه تاخد خبر، كفايه على قد رانيا وخلاص. يعني بتخوني وانا اخر من يعلم يا عادل؟ حرام عليك يا عادل. يا ستي يا اخوني كي بس، يا جماعه ده موضوع خلص من زمان يعني. كانت معجبه باشعاري وتقعد تقول لي قول لي شويه اشعار، فبقول لها شويه اشعار وخلص الموضوع ده، وهي اللي بتقعد تطاردني صراحه يعني. قول قول كمان يا عادل، دي انفرادات هايله جدا كده. يا بيبي كده يهون عليك سندوتشات السكالانس اللي انا كنت بعملها لك كل يوم كل يوم. السكالانس ده اللي هيطفشه منك وهيطفشنا معاك. يا ما تبقيش عبيطة يا بنتي، هو في حد يطول يبقى جوزه حبيب جمانة مراد؟ يا ريتني كنت مكاني. يا دولة يا دولة، بجد بجد انت بتعرف جمانة مراد شخصيا يعني؟ هي 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 طبعا يعني، كنت اعرفها بس الموضوع ده انتهى خلاص يعني. هي معجبة باشعاري وخلاص يعني، طول الوقت بتقعد. ثانية ثانية ثانية، الو مين معايا؟ جمانة. بابا وحياتي عنك يا بابا، والنبي والنبي خليني اكلمها، انا بحبها جدا بموت فيها. كده ياسمين كده تعملي كده في مامتك اللي ربتك لحد ما كبرتي؟ استني بس ياسمين استني. ايوه يا جمانه، لعلمك بقى انا راجل دلوقتي متجوز وعندي بنوته اموره يعني. يا بابا والنبي خليني اكلمها. ياسمين ما تضايقيش طنطك جمانه. استني وكمان خايف على مشاعرها وانا. ايوه جمانه الصوت ده. لا مفيش جمانه، بعدين يا جمانه ما ينفعش كده. هبقى اكلمك بعدين ونخلص الموضوع ده بقى. الو جمانه واضح انها شحنه ب 10 جنيه والشحن خلص. خلاص قاعده هتسيبني وتروح لها يعني؟ انا خلاص كده في الطراوه. يا رانيا يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هروح لها عشان اخلص الموضوع ده، اخليها تبعد عني بقى ولا ايه؟ حقائق ساخنة عن علاقة جمانة بعادل سعيد.
لحقوا نزلوها في الجورنال. منك الله عالية انت وغالية من كل الله. الحق يا استاذ دولة، الحق يا استاذ دولة، انت قاعد هنا والدنيا معلومة برا. ايه يالا، ايه اللي حصل؟ الصحافة جاية على هنا عمالة تصور محل من برا من كل حتة، شكلنا كده بين اشهر من نار على العالم. ايه يا هذا ميزو ده؟ نار ايه وعالم ايه؟ ده احنا هنبقى مشهورين. بس يالا بس يالا، ما هو كل ده يالا من تخطيطي ومن تكتيكي. يا سلام عليك يا عبقري. امال ايه؟ بقولك يالا انت اهو، انا عايزكم بقى تلبسوا هدوم نظيفه اللي هي نفس الهدوم يعني، وتجهزوا كده اهو وتتوضبوا وتحطوا كلونيات وتنضفوا، عشان بقى لما الصحافه تخش تصور انا عايزهم كانهم بيصوروا فيديو كليب. عينيا يا استاذ دوله، بس انت اصرف بس. اصرف ايه يالا؟ جرى يالا ميزو، انت مش لسه قابض الجمعيه بتاعت ام ابراهيم؟ اصرف انت ياض وانا بحاسبك. يالا يالا يالا، اتكل على الله روح شوف شغلك. يالا يالا، عشان الصحافه عشان الصحافه. قابل يا استاذ دولة، شكلها بدأت تندع وهتبقى عالمي. شكلها صحفية، انا عارفهم بيخشوا متنكرين. مساء الخير. مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي، اهلا وسهلا، مساء الخير. قول مساء جمانة بقى. جمانة؟ مش انت عادل سعيد اللي جمانة بتموت فيك؟ يا جمانة بس. جمانة دي تعتبر اخر العنقود في اللي بيموتوا فيها. عندك نانسي وعندك هيفا وعشا الكيلاني وكتير يعني، مش كده ادب ايزو ولا ايه؟ ايوه يا استاذ دولة، على يد دي انا اللي كنت بنزل سندوتشات الفول والطعمية للست جمانة بنفسي. لا، انا اللي كنت بنزل سندوتشات الفول والطعمية للست. هي ما بتاكلش غير فول وطعمية، ما خلاص ما قالها وخلاص. حضرتك يعني الفول والطعمية دي كانت حاجات بسيطة، اصل هي جمانة ساعات بتحب الفول والطعمية يعني، حاجات بسيطة. اهلا وسهلا بقى كده. واكتر من كده، يا سلام على كده، يا سلام يا سلام يا سلام. كفاية سلام واحد. ايه ده ايه ده، مش معقول. ايه يالا، انت تعرف اللي هارم ولا ايه؟ نعم، انت كمان ما تعرفنيش؟ مش واخد بالي حضرتك. مين يالا مين؟ دي الست جمانة مربي نفسها هنا في المطعم، انا مش مصدق عينيا. بقولك ايه بقولك ايه، انت كده بتاكدي الاشاعات اللي طالعه علينا يعني انا وانت. ايه ده ايه ده اشاعات؟ ما انت اللي عامل فيها واتبرم ومخلص وان انا اخر العنقود. لا حضرتك، ده كل ده يعني كلام عشان الجرايد يعني، لكن في الحقيقه انا لا برم ولا باب حضرتك يعني، ده انا بس عامل ده كله فنجره بق، ده انا غلبان والله حضرتك. طب ما دام انت طلعت عيل كده، ايه اللي خلاك تطلع الاشاعه السخيفه دي؟ حضرتك اصل مراتي كانت عايزاني ابقى واد برم يعني، ومقطع السمكه وديلها، فانا قلت اعملها لها هديه في عيد ميلادها يعني. نعم ليه؟ هو انا حلق ولا سويره هتديها لمراتك؟ اسمع، انت لازم تنفي الاشاعه دي تماما. لا حضرتك، ما اقدرش ما اقدرش، ده انا اتطلق فيها وكده في البيت هيبقى شكلي راس كرومبا يعني. راس كرومبا رجلك انا بما يهمنيش، المهم شكلي انا قدام جمهوري هيبقى ازاي. شكلك ايه يا ست الكل؟ ده انت قمر. ده اي كلام بتقوله خلاص. شكلك ايه يا ست الكل؟ ده انت قمر، ده انت قمر. خلاص خلاص حضرتك يعني مش هينفع كده يعني، انا ما اقدرش ارجع في كلامي يعني. يعني انت مش عايز تنفي الاشاعه دي؟ لا. ماشي، انت اللي جبته لنفسك. مع السلامه، وذنبك على جنبك يا سي عادل. على جنبي وجنبي وانا حر فيه. جمال مرادي.